الذاكرة هو متجر فتحته مع زوجة، اسم منه للطباعة 3D أو ثلاثية الأبعاد، أما الاسم الآخر فهو لأعمال السيراميك اللي بتصنعها بنفسها. سوريا حداد كريدوس مهندسة معمارية سابقة ومصممة حدائق، تعلمت حرفة صناعة السيراميك اليدوية بالبون سكور سكول بكندا. رجعت شوي شوي راجعت السيراميك وفتت فيها وما عاد تركتها. بعد عايشة لفترة باسطنبول وإدارتها لمصنعها الخاص بمجال السيراميك، سوريا حداد بتعود للبنان وتحديداً شارع مار مخايل ببيروت لتمارس عملها بشغف كبير وتخلق قطع سيراميك فريدة بألوانها وأشكالها المميزة. منزور سوا سوريا حداد كريدوز بـ The Bakery ونتعرف على أعمالها. السيراميك يعني هي رجوع على الجذور مثل ما بيقولوا، هي قطعة من الأرض عم نشتغل فيها طبيعية. أساس الشغل بطابة أرجيل، وكيف منوصل للمراحل، عدة مراحل تنوصل لهالنهاية. هايدة نجرب نحط الدعبولة قد ما فينا بالنص، وهلأ إيدينا حركة الإيدين تخلينا نحطها بالنص أكتر كمان تتبطل تهز. أما بتكون كلياً وقفت القطعة، نتوصل إنه نفتح القطعة تتعمل كاسة. هلأ منبلش بسيلاندر، بعدين منعطيه الشكل، منرفع البروا قد ما فينا، نعطيها سماكة النهاية، نحسب انه هون بدنا نوصل لهالسماكة هاي، وبعدين نعطي الفورم اللي بدنا اياها. بلش ابرم، بعمل بريسيون من جوا وبطلع فيها اذا بدي اياها مدورة. هاي هي طريقة الشغل اللي هي اساس الشغل الدولاب. إذا انتهت وخلصت الخلص الموديل بدنا نعطيه، ما بدنا نعطيه فورما، أنا بإيدي فيها هلا أعمل سكولتور فيها مثلا، هاي فيها ألعب فيها، أعمل لها قصص، اشتغل فيها مثل ما بدي أعطيها مثلا هيك. بقول هاي خلص انتهت القطعة يا حية، بجي بشيلها بحطها على التنشيف. التنشيف كناية عن مرحلة من المراحل، على خشبة بنحط عليها بلاستيك، بتنشف على رواق لجمعة الجاي، تقريبا بتاخد 4-5 ايام. بعدين بشيلها بشتغل الاجر تبعها، وقت بتكون نشفت نص نص بشتغل الاجر تبعها وبتركها على التنشيف الكلي يلي هي قطعة مثل هاي هلأ نشفت هون. ناخدها هلأ وقت تنشف تقني، بناخدها ومنحطها بالفرن على الخبز. اول خبزة يلي هي على حرارة تقريبا 900 درجة. هلأ منسكر الفرن ومندوره لحديت بكرة الساعة تقريباً 9، تقريباً 9 ساعات خبز. وقتها منخلص بيكون طلع الفرن برد، نرجع منشيل القطعة اللي انخبزت ومناخدها على الإمياج اللي هو التغطيس بهالشي اللي بده يقزز القطعة وتصير نهائية مثل ما فرجيتكم إياها بالملونة أو بيضة أو ترانسبارانت أو هيك شيء. السيراميك اللي عم بيعها هون بالمحل هي سيراميك قطعة وحيدة بيسموها بياس اونيك، إذا فينا نقول بياس اونيك. ليش؟ لأنه عندنا كتير ميد ان تشاينا، فيك تروح على أنية تشتري بالسوق 20 صحن مثل بعضهم، بس هون بتشتري كاسة أو كاستين بس، ما في كاسة تشبه التانية. يعني هون عندك القطعة إلى قصة، إلى حدا وراها اشتغلها بإيده، ما تصنعت، رمزة أهم بكتير، وحقها يعني حلال مثل ما بيقولوا. ليش؟ لأنه قطعة فنية صارت. مثلا هولي القطع الموجودة قدامي
هي خالصة من هي. هيدي قطعة مثلا انشغلت بالأساس نص خبزة أول شيء بنخبزها، بعدين بنحط الجليز اللي هي الإيماي، هل هي بتأزز وبتخلي إنه القطعة نصير نقدر نستعملها. عدة ألوان فيها، تغطيس بعدة ألوان، من بالخارج لونين وبالداخل لونين، تقدرت عطيتني هالنتيجة. من هيك بنقدر نقول إنه هيدي قطعة لحالة بالعالم معمولة بهالشكل وبهاللون وبكيانها كقطعة بيس اونيك. هيدا فكرة اجتني مشان عرض جديد يعني بالمستقبل، عبالي طور هالفكرة تأوصل لنتيجة، نتيجة عدم التوازن. بنشتغل كتير بالتوازن مع الدولاب. مثلا انا عملت هون بلاك، اجت معي بالفرن لعبت معي ما طلعت جالسة، جيت انا قلت ليش ما بروح للفكرة لاخرها، وبرجع ببرم كاسة بس بالمقلوب، قلت ليش هاي وهاي ما بيكونوا سوا متناسقين، وبتطلع قطعة فنية بحد ذاتها بياس يونيك. هاي الفكرة اللي بدي كفي فيها من هلأ ورايح لمعرض جديد. شخصية السيراميست شخصية مميزة، مش بس أنا بقولها. ليش؟ لأنه نقراب كتير للحياة البسيطة، للحياة، الرجوع إلى الجذور، للطبيعة، قريبة للإنسان، قريبة لكل شيء اسمه بساطة. وهيدا الهدف نحن كمان بشغلنا، إنه نرجع للبساطة وللأشياء القريبة من الإنسانية. رحلتها ما بلشت مع الفن، ولكن شغفها الكبير دفعها لتشتغل على نفسها وتخلق بصمة فنية خاصة. فبعد بداية مسيرتها كفنانة تشكيلية، تابعت زينة قمر الدين بدران بوقت لاحق دروسها الفنية بالأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، قبل ما تصير عضو بجمعية الفنانين التشكيليين والنحاتين اللبنانيين والجمعية العالمية للفن التشكيلي. بلشت مأخرة لأنه كل حياتي كنت حاسة في شيء ناقصني لحديت ما بلشت أرسم. بمعرضها جديد ماينر إليمنتس بتوجه تحية لمدينتها الأم طرابلس. فريق لمسات بيزور جاليري أرتون 56 ليتعرف أكثر على أعمال زينة قمر الدين بدران. المعرض سميته ماينر إليمنتس لأنه هدول العناصر الثانوية اللي العالم بتكبها أو بلاقيها أنا مخزقة، أو هني مبني عليهم المعرض كله. معظم العناصر هدول اللي العالم بترميها أنا بلاقيها كنز لما بلاقيها، يعني لأنه هي العناصر اللي بشتغل فيها أنا. لقيت حالي صرت عم لملم هدول الأشياء من وين ما كان، وطلع معي شيء كتير حلو كفيت فيه وصرت طوره. بقى هيدا الشغل جاي سنين. كوني من طرابلس وبتواجد كتير أوقات هونيك، صرت هدول الالمنتس اللي مبني عليهم المعرض كله صرت لملمهم من البحارة. من كان بدي شبك روح عند البحارة عطوني شبك اني مستعملينه، ودلوني من وين بجيب الشبك اللي أصغر واللي أكبر. بستعمل كتير الشاش اللي هو بيجسد الوجع والشفا. هي الفكرة ما اجت وقلت نويت أعمل معرض عن هالالمنتس، هني تراكم شغل سنتين. صرت أعمل مونوتايبس واستعمل الأشياء اللي بلاقيها مثل الشاش والشبك. البرينت ميكينج تكنيك هو فن الطباعة ضمن الفن التشكيلي، مش الطباعة اللي كل العالم تعرفها. هي لوحة فنية أصلية أوريجينال، بس فيك تعملي لها برودكشن، وكل كوبي هي أصلية بتكون. ب
درست بالإيو وبعدين بتعرفي كل فنان بيوجد نفسه بتكنيك معين. أنا كتير حبيت البرينت ميكينج ورجعت أخذت سيرتيفيكتس بالألبا بالإتشينج وليتوغرافي وسيلك سكرين وكمان كفيت عملت وركشوبس بلندن بأرتيشوك برينت ميكينج ستوديوز. بستعمل البرينت ميكينج بس مش بالطريقة التقليدية لأنه أنا عندي ماي أون ستوديو وعندي 2 بريسز كبار اشتغلت كتير وطورتها لوصلت لشي ما حدا عامله قبل أو أنا بفتكر أنه ما حدا عامله. هذه اللوحة هي مونوتايب يعني انعملت مرة وما بقت تنعمل ما بقت تنعاد يعني ما في منها اديشنز. بس الحلو فيها أنه هي أول مرة بعمل مونوتايبس 9 قطع كأنه نفس التابلو يعني عملوا كلهم على بليت هالقد بليت عقد برينت وحدي. هيدا التكنيك كتير تحمست أعمله لأنه في تفكير في كيف تخليهم الكونتينيوتي تبعيتها. بعدين العناصر تبعولها اللي جبتهم في شبك من عند الصيادين في شاش من المستشفيات هدول الباكجينج تبعول كيس البطاطا من سوق الخضرة. هون بهالمجموعة حبيت لزقهم على كانفاس لأنه يعني بدون إزاز عليهم يعني فيكي تلمسيون مثل ما شايفي بيبينوا كأنه الشاش موجود أو الشبك موجود بس لما بتلمسيه بتلاقي هيدي الإمبريشن تبعت الشاش والشبك على الورق ما فيها تكستير فلات. هيدا الستايل اللي بتتبعه هون بعطي أهمية للباك جراوند قد الفور جراوند يعني الباك جراوند اللي ورا اللاينز كثير بشتغل عليه. يعني هون مثلا حاطة أرز لبنان هون في تمثال الشهداء هون في البيت جوني هون في طابع بريدي تبع السياحة سنة 64 وهيدي الكتيبة هون من جيبتها من دوكيومنتس ملفات قديمة عقد شراء كرم زيتون بطرابلس. فيها كتير إحساس عميق يعني للألم اللي عم تتألمه مدينة طرابلس ومثل ما ملاحظة التكرار اللي عم بيصير ما في شيء عم يتغير مع الوقت نفس الأحداث عم تنعاد في شغلي كتير بيتعلق بهالموضوع.